شوف، وقت نحكي عن سهل الدمور يعني عم نحكي عن الأفوكاد، عم نحكي عن المانجا، عم نحكي عن الموز، عن البابايا، عن القشطة. هلأ بتشوفوا معنا مشاهدينا وبيخبرونا جورج وميلاد أكثر عن الموضوع. جورج خليني بلش معك. سهل الدمور طول عمره كان ينزرع لأنه اسم الله خصب، تربته خصبة ومناخه الساحلي كمان ممتاز، صحيح؟ وبالمي وغني بالمي وغني بالمي، نعم. هيدي أهم شيء، أهم عنصر النقطة الرئيسية. إذا يعني خلينا نبلش وحدة وحدة، الأفوكا يعني الفواكه اللي خبرت عنهم، شو بينزرع غيرهم بالدمور؟ يعني نحن هون بالدمور مناخنا كتير منيح، يعني تروبيكال، فينا نزرع القشطة، فينا نزرع الأفوكا، البابايا، كل الأشياء الفواكه الاستوائية عم تنزرع بسهل الدمور، وعم بتكون إنتاجها كتير منيح وطعمتها عم بتكون كتير طيبة وأطيب بطعمتها، لأنه الماء اللي بتجينا هي اللي بتنبع من نبع الصفا، يعني ماء طيبة بتنبع من هالتلج اللي عنا الحلو. والأفوكا صرنا عم نزرعها عن جديد بسهل الدمور، عم نكترها بسهل الدمور، نعم. يعني في الخضرة بتنزرع بسهل الدمور، يعني ما عنا هلأ عم يزرعوا اللوبي، الكوسة، السلق، الخيار، البندورة، كله في ناس بتهتم بالخضرة وفي ناس بتهتم بالشجرية، بالأفوكا، بالقشطة، بالموز. سهل الدمور منوع، صحيح، من كل شيء. كنت عم بسأل عن سهل الدمور. سهل الدمور إذا بدكم لمع بتوت، كان من قبل عم نحكي نحنا من عشرات السنين لورا، سهل الدمور كان مزروع كله توت أيام عز معامل الحرير، صحيح جورج؟ نعم نعم. في ثلاث معامل للحرير موجودين بسهل الدمور، يعني أكبر دلالة على قديه كان إلى أهمية بهديك الفترة. أظن أمير فخر الدين هو يلي فوت فكرة التوت ودود الأز، رجع بعدين ميلاد، ما بعرف إذا عم بحكي صح، صار حوامض أو ليمون، انقلب للليمون. أيوة، انقلب للليمون بمرحلة معينة، بطل كتير في إنتاجه، وكان مزبوط الليمون مربح. أيوة، بطل. حولوا للموز وتعلموا زراعة الموز بالدمور هون، يعني أول شتلة موز إجت من المنطقة، إجت على الدمور، عرفت كيف؟ ومن الدمور انتشرت على منطقة الجنوب، لأن معظم المزارعين بلشت من الدمور جنوبا. أيوة، جنوبا، لأن هون بالدمور أول مزارعين راحوا على صور هن من الدمور، لما بنصور بالمنطقة وحضرتك من هالمزارعين، صحيح؟ يعني أنت على زمان بياتنا وإخواتنا الأكبر منا. إنما بالنسبة للزراعة ابتدأت شتلة الموز هون بالدمور وانتشرت. مشاهدينا لكم الله خبرية لفتني عليها أستاذ جورج، أستاذ ميلاد، أنه الموز من الجنوب من صور على الدمور، الدمور آخر منطقة بينزرع فيها موز على الساحل، وإذا منروح رويح شمالاً بطل في موز، في يعني شوي بجبال، كنت قلتولي في شوي بجبال، صحيح، بس مش أكتر، مش أكتر. فهون إذا بدكم نقطة الحدودية للموز، لأنه مرتبط الموضوع بالمناخ جورج. طبعاً أكيد، طبعاً المناخ بيفرق، تخيلوا، مع أنه الساحل هو ذاته الساحل لبنان، ومع أنه يعني خط لبنان منه كبير، يعني لبنان منه من البلدان اللي هالقد كبيرة، ولكن شوفوا الخصوصية بالطقس والزراعات قدي دقيقة. على كلين حكينا، عملنا هيك مقدمة حلوة جورج وميلاد، قدمنا شوي، خلينا نبرم شوي على الشجرات، خبر المشاهدين، فرجيهم شو معنات هالمناظر الحلوة. هيدي شجرة الأفوكا ورانا، خلينا نبلش. هيدي الأفوكا أستاذ ميلاد، ليكو تطلعوا أفوكا، ليك شو حلوة، ليك هو شو حلو وشو بتشحي. الأفوكا طبعا هلا بتكون عجرة، اكيد نقطة. هلا هيدي تعتبر ميلاد جاهزة للقطف ولا بعد شوي؟ كيف تعرف، كيف تقدر هيدي إنه؟ بتقدرها بس تمنع شوي صغيرة، عرفت كيف؟ بتصفي انعم 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 شوي، عرفت كيف؟ وبتصير نوعا لميع اكثر، بس تصفي لميعة اكثر، وهيدي بشهر واحد او شهر اثنين تنقطف. ليكو هلا الشجرة الثانية شو حلوة، ليكو عرف القشطة، القشطة حدا بقلكم قشطة. ليكو اسم الله، ما بعرف الشباب اذا فيهم يفرجوا هلا، هودي بعضهم صغار. ايه جورج؟ لا هيدا خلص منعت هالقد، بس في الفوج اللي كان قبل منها كان اكبر، مثل هاي الحبة اللي انت اخذتها. لك وين قطفنا واحد؟ هيدا الفوج الاول، هيدا البصافي فوج ثاني، الفوج الثاني اصغر، بيجي اصغر شوي بس نفس الطعمة ونفس الكمية. ليكو ايدي الكفين
لا اقدر احملها. آه. لقشتها كمان كمان ميلاد وجورج على الساحل، لأي ارتفاع فينا نقول انه كمان نفس الشيء. نفس الشيء يعني هو يشبهوا بعض تقريبا. آه بالشجر. اكيد هاي لانها كلها شجرة استوائية بتحب الدفى. بالدفى. القشطة بدها 5 أيام تقريبا، هلا طبعا عجرة صح بتكون بدها 5 أيام تنحط لتستوي، بتصور بتعرفوها لحالها بدون تخمير. سؤال هلا ذكرته ضروري ومهم، انا مأكد المشاهدين بهمهم، غالي القشطة وغالي الأفوكا؟ لا غاليين لأنه بعدهم قليل بالسهل، مش هيديك الكمية اللي زايدة يعني. وهلأ مطلوبين على السفر، من هيك عم تيجي والأولوية دايماً كرمال. أيوة. المزارعين يستفيدوا بالدولار. مزبوط. كمان شوفوا هالشجرة الحلوة هالفواكه الجميلة، شو بدنا نخبر عن بابايا؟ البابايا شجرة كتير كويسة ومنتجة، بس ما بتعيش أكتر من 3 سنين. 3 سنين لأن بس تعلى لفوق. هلا فرجيكم على وحده عاليه بصير تعمل حبه صغيره وتحويشها، بصير يعني اذا بدك تقطفها تقطفها بشكل مش مريح كثير. يعني اذا وقعت على الارض مش مزبوطه، بتندبغ دغري، بتستوي قبل وقتها وبتموت طعمتها مش مزبوطه. بهالوقت هيدا 2 3 سنين مقوله تتحوش عن الارض. ايه بس تعلى لفوق بتعيش. طب هلا 3 سنين بتقصوها يعني بتزرعوها؟ ايه بنص غير مش ولا شيء. الشغلات الاساسيه طبعا اللي بتنزرع بسهل الضمور، وكنت خبرتكم انه من قبل، هي الحوامض، الحامض، الليمون، ال 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 هيدي حامضه ما عم نشوف. كمان اسم الله، شوفوا شو حامله خزل العين. هلا كيلو الحامض وصل من فترة 75,000. ما اختلفنا، بس هاي فترة وجيزة بتكون وبكون ما في حامض يعصر. هلا الحامض هيدا يعني بلش انه يصير فيه بقلبه مي. اطفي الحامض كل ما تشتت الدنيا هلا، وكل ما الشجرة تسحب من الارض شدة كل ما يصير اكثر، وصار ترمو بصير انه من تشرين الثاني وصاعدا بصفي يتحوش الحامض. أوكي. وينعصر يعني في حامض بقلبه، بضل ينقطف من تشرين الثاني لامتين، موسم طويل. هي كذا صنف. يعني بيخلص صنف ببلش الثاني مثلا. بضل اسعاره بتنزل شوي طبعا. بس مستمر الحامض بضل. وفي منه بيجي الرجعي كمان بيدول للصيفيه. عظيم. بالموز، بسهل الموز يعني. من برا كنت عم قلهم للشباب بتفكروا الموز صغير، يعني شجر الموز صغير، وقت فوتوا لجوا هلأ حاس حالي بتايلند أنا. اسم الله الموزات كبار، وجينا قربنا على قرط موز تقريبا، مش تقريبا، جاهز إنه ينقص. جاهز للقص. صحيح. ميلاد التقدير يعني شو من الحجم هلأ؟ الحجم تقريبا هيدا بالخمسين، 45 كيلو 50 كيلو. قصدي من حجم الموزة. إيه؟ بتقول بتقدر انه صار جاهز. ايه طبعا. صحيح. هي لك بس تبرم هيك الحبة صار جاهز للقص. أوكي. يعني بتشوف هيدا هيدا مثلا بعده مضلع. إيه؟ كيف يكون ايه صحيح. هيدا بس تبرم هيك حبته بكون صار جاهز للقص. يا جماعة اسم الله شو بدي قلكم، يعني شوف خرط الموز بدي شيلكم هلأ هيدا منه، بس اسم الله شوفوا يعني انا اذا بعبطه يعني على الأد بيسكروا إيدي. سهل الضمور مليان منه، خبرناكم شوي. هيدا نوع الموز شو؟ نوع هيدا قزم، هيدا شتلة جديدة تعتبر، مش الكافندش. هيدا بسموه قزم، بس معش عم يعطونا الاسم المزبوط التجار اللي بيجيبوه. أوكي. بيخافوا لحتى انه نحن نتصل دغري مباشره ونجيب نحن ثمن بصيروا عم يجيبوا. طيب شو في انواع ثانيه بتنزرع من الموز؟ في الموز الاجنبي بسموه موز صومالي لانه طويل، جراند مين بسموه، بس انه بيقولوا له صومالي هون معترف عليه بالبلد. اطول من هيدا شوي صغيره. هلا بنمرق على شجره من هون ومنصورها كمان. اوكي عظيم. وفي البلد القديم بلدي كافندش مفهوم. اوكي طيب. جورج كنت عم تقول لي انه في خصائص للموز. اول شيء مثلا شجره الموز قد ايه بتهد قد ايه عمرها؟ شجره الموز بتعيش بتعيش لانه هي اذا ملاحظين انه هي الشجره عم تعمل ابن لها، بتموت هي بيطلع ابنها. كل امتين هيك كل سنه بتموت هي بيطلع ابنها. هاي جديده عم تعلمها. نعم. والموز كتير دقيق بزراعته لانه ما بحب ابدا المية المالحه.
يعني اذا عم تجينا المي مالحه الموز بده يموت. مع انه هو حد البحر يعني الشط هون حدنا حد البحر بس عم نصقيه مي حلوه. مي حلوه. طب ما بيلقط لا لا الهواء الهواء ما بياثر على الملح بس المي. المي اهم شيء، المي كثير مهم لزراعه الموز. عظيم. طيب مشاهدينا